حركة لا تهدأ في مطار تونس قرطاج. طائرات تحط رحالها وأخرى تقلع، مسافرون يغادرون وآخرون يصلون. وبين هذا وذاك، ورغم هذه الحركية، تشهد عديد الرحلات إلغاء أو تأخيرا في مواعيدها بسبب أزمة تشهدها الخطوط التونسية نتيجة أعطاب فنية بأربع طائرات جعلتها خارج الخدمة من إجمالي 13 طائرة مملوكة وطائرة مؤجرة ضمن أسطول الخطوط التونسية. عندي بنتي مطيشة في فرانكفورت من أمس، مطيشة ما فهمتش وقتاش باش تجي الطيارة، ولا علموهم لا باش تجيهم الطيارة مش مجايين. هزونا أن هوتيل لوجي نوغي بونسيون كومبليت دوران دو جور، معناها تونيسير. البارح وين هزونا المطار استنينا الحقيقة 8 سوايع. أنا جاي من تركيا من نهار الجمعة وصلت اليوم. ما فماش لا طيارات لا فما حتى شيء، مرة يهزونا مطار يقولونا فما طيارة، بعد يجيبوا لنا كار يروحوا بينا. بيتين في المطار البارح طايشين في القاعة الناس الكل. ما عندنا حتى معلومة يعني، والكل باش نعرفوا وقتاش نروحوا، قعدنا كل يوم غدوة كل يوم غدوة. البارح بيتين في القاعة، متنا متنا البرد الجوع. شكاوى وتذمر من إلغاء وتأخير في برنامج رحلات الخطوط التونسية المبرمجة منذ غرة جويليا الجاري، يقع العمل على تجاوزه ببرنامج خاص بالمركز المندمج للعمليات الجوية. فهنا رصد ومتابعة لأدق التفاصيل وبحث عن حلول لأي طارئ. 14 طيارة يتيحوا أربعة في نفس الوقت، هذا ممكن ما ينجمش حتى حد معناها يتوقعوا. حتى 3 جويليا عملنا 279 رحلة، اللي قعدوا توا معناها مازالوا ممكن اللي شهدوا تعطل أو مازالت الناس معناها ما خدتش الرحلات نتاعها، هما 26 رحلة يعني تريز روتاسيون ذهابا وإيابا، يعني أقل من 10% من الرحلات لم يتم تأمينها. ما بين 80-90% من الإشكاليات اللي موجودة على مستوى أوروبا قاعدة تتحل. مازالوا بعض معناتها الرحلات على مستوى افريقيا، على مستوى معناتها فهمتني الشرق الاوسط تركيا، ان شاء الله فهمتني من هنا الغدوه نكملوهم. فما امل كبير جدا انه اليوم زاد مش حصلوا على زوز طائرات اخرى من طياره من شركه جزائريه. عندنا فهمتني طائره زاد كذلك مش تكون متوفره يوم الاربعاء من شركه فرنسيه. حلول لتجاوز الأزمة الحالية للخطوط التونسية التي زادتها حدة صعوبة الحصول على قطع غيار، وهو إشكال على مستوى عالمي. احنا وقت اللي يكونوا عندنا 3 طيارات معناتها ما تشتغلش، معدل الرحلات نتاعهم تقريبا 15 رحلة في اليوم، نكون عندنا طائرات في 2023 ان شاء الله 17 طيارة، ومن بعد 2024-19 الغاية مش في كثرة الطيارات، الغاية أنه الطيارات هذه تشتغل بمعدل يفوق 10 ساعات في اليوم، بينما كنا نشغلوا فيهم 7، وذاك علاش مصدر الخسارة. أزمة تجد طريقها إلى الحل خلال اليومين القادمين حسب القائمين على شركة الخطوط التونسية، بما سيتوفر من طائرات من الجزائر وفرنسا وإمكانية إصلاح الأعطاب الفنية، في انتظار حلول أخرى على المدى البعيد.